يا صباح الخير. قبل اي حاجة، لو انت لسه بتشوفيني وتشوفي لسه فيديوهاتي، يا ريت تشتركي في القناة علشان تشجعيني انزل حاجات جديدة. طيب مبدئيا كده نصلي على النبي ونبدأ فيديونا. لو في بقى عندنا طبعا حاجة الميك اب، سواء الاسفنجة البودرة او بتاعت الكونسيلر او الكلام ده كله، المهم ايه، سفنجة عندنا او الفرش تنظيفها دي بتبقى يعني ارخم حاجة. بنبقى عايزين ننضفها وفي نفس الوقت متعقمة وما فيهاش اي حاجة وحشة من فيروسات او لما اي حاجة وحشة، لا تبقى متطهرة وتبقى نظيفة. هنجيب اي سفنجة، هنجيب اي حاجة عايزين هتبقى نظيفة في الحاجات المستخدمة في الميك اب، ونجيب كده يعني نشطفها الاول تحت الحنفية، تنزل كل حاجة فيها، وبعدين هي مش هتنزل قوي يبقى لسه فيها برضه، بس تنزل او تشطفها تحت الحنفية، وبعدين نقعها في مية ونحط عليها شوية صابون، اي نوع صابون، وجه، بتول، او ممكن تقول اي حاجة انت حابينها. هنا انا حطيت عادي صابون عادي ما فيهاش اي حاجة، وسبتهم كده ايه من ساعة كده ايه منقوعين مع بعض، يعني عشان مش هوايه الميك اب قوي، ف يعني اكتر حاجات تبقى عندي بسيطه، مش عندي هي اللي انا احطها على طول دايما بقى وجايب حاجات كتير وكلام من ده، لا كل واحد بقى على حسب الرغبه الشخصيه. ونسيبهم مع بعض كده هنا، هنلاحظ اصلا ان كل ما تلاقي لون الميه بيتغير كده، زي ما يكون بيتقل، في حاجه بتنزل فيه بيتركز كده، ده يعني طبيعي. طالما وصلت معايا بقى للجزئيه ديت يا قمر، تستشير الشركه في القلب. طيب بعد بقى ما خلصنا خير كده وقتها، لا ده هنا دي كانت حته كده ما اعرفش ايه اللي خلى، يعني رايحه عماله اصور فبص لقيت السعر مكتوب على الازازه، فعمال احاول ان انا اشيله وكشفه بالشال. المهم ده مش موضوعنا، ما علينا، خلف المهم. وبعدين قوم اخدينها من الميه بتاعتها، اهو ده اللي بتكلم فيه، شوفوا نزلت كل حاجه فيها، سواء في البودر او الكونسيلر او اي حاجه نزلتها. طيب بعد ما كده هنقوم اخدينها تاني واعطيه برضو للسفنجه شطفه برضو كده تحت الحنفيه، ونشوف الخطوه اللي بعد كده. شايفين الحاجات منزله منها، شايفين اهو ده اللي بتكلم فيه بقى، نزلت كل حاجه. احنا بقى دلوقتي عايزينها تبقى متطهرة وتبقى نظيفة. طيب هنعمل ايه؟ خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه. ايوه خليكم معايا كده، وصلى على النبي واستغفر الله، وتشتركوا في القناة وتحطوا اللايك، خليكم معانا. طيب شوف الخطوة اللي بعد كده، ودي الاهم، دي الاهم، شوية مية دافينة هنحط فيهم السفنجة او الفرش او اي حاجة موجودة، يعني كل حاجة بتعمل نفس المعاملة دي، وشوية خل. ايوة شوية خل، طبعا انتوا عارفين الخل يعني اي حاجة مش نظيفة بيقتل فيروسات مية مية، او اي حاجة تانية، بس عشان ايه يعني حاجة امان للبشرة، يعني فاهميني انا بستخدم حاجة عشان ايه امان فيما بعد للبشرة، قد الله ما يتقصرش احنا او اي حاجه، فالخل بالنسبه لي امان حاجه كفكر التعقيم كده، يعني احنا بنعقم معنى اصح، بس ونسيبهم حبه كده ونحط عليهم كمان الخل. هنا اللي كنت عامله اعمل ايه، خلاص بقى احنا عرفنا اللي احنا حطيناه ما علينا يا رب. طيب وبعدين بقى احط الخل، او يعتبر حطناه خلاص. هنا بقى بعد ما طلعتهم خلاص، يعني اما طلعوا بقوا نضاف وجمال وحلوين ومتطهرين معنا صح، ونسيبهم انا يعني بسيبهم ينشفوا عادي، بحطهم كده على منديل وتاني يوم بلاقيهم ناشفين، بس انا عندي بحطهم كده على التسريحه ففي وشها باب البلكونه، يعني مجرد في هوا كده بس ايه نفس كده بيدخل لهم وبس، وبقوا حلوين ونضفوا الحمد لله.
جربوا بقى الطريقة ديت وقولوا لي رأيكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.